رسالتي لسكان مدينة والزازات المغربية. في هذه الظروف صعبة، نعرف بأنكم ملتزمين أيام الالتزام بإجراءات الحظر والإجراءات الوقائية المفروضة من طرف السلطات المغربية. حبيت نوجه لكم رسالة شكر على التزامكم، ونوجه أيضا للسلطات الأمنية وكذلك الطبية الخاصة بمدينة والزازات اللي قائمة على دورها وواجبها. فقد أرجو منكم أن تواصلوا هذا الالتزام، لم يبقى الكثير بإذن الله، وأنا إن شاء الله نشوفكم دائما بصحة وعافية.